الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت لنا حاجة متميزة ومتفردة جدا في شهر رمضان. الشركة المتحدة قدمت لنا اسكتشات رسوم متحركة تحت عنوان الربابة مصري. الفكرة دي فكرة مبتكرة أو متنوعة، عبارة عن مزج ما بين الغنى على الربابة وما بين الفولكلور الشعبي وما بين طرح موضوعات عصرية متنوعة. الربابة مصري دي بتقدم موضوعات متنوعة من خلال الحلقات اللي بينها حلقة عن مشروعات حياة كريمة، اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، العالم الكبير أحمد زويل، مصر في القرآن، حلقات متنوعة في أو عن المشروعات القومية المختلفة. فكرة متميزة كده بصمتها كانت أكتر نقدر نشوف التميز فيها لما عرفنا أن شاعرنا الكبير جمال بخيت هو اللي ألف أشعارها. بنصبح على حضرتك صباح الفل والورد، أهلا وسهلا بيك في صباح الخير يا أستاذ جمال. قول عليكم، ازيك يا منة، ازيك يا مصطفى، وكل سنة وانتم طيبين ومصر كلها بخير. كل سنة وحضرتك بألف صحة وخير. طيب الربابة مصري، الفكرة دي ازاي جت وازاي اتنفذت؟ أنا عارفة إن احنا الأفكار ما فيش أكتر منها، ازاي بقى اتنفذت وقدرنا فعلا نعملها ونلحق نعرضها بعد نجاح الحلقات؟ هو الحقيقة يعني بداية الفكرة كانت عند الدكتورة زينب زمزم، مخرجة الرسوم المتحركة الكبيرة. والحقيقة أنا شايف إن هي أهم مخرجة للرسوم المتحركة حاليا، نظرا لتاريخها العظيم وعطائها المستمر حتى طبعا الآن. يعني فهي قالت لي، يعني احنا كنا عملنا قبل كده بالرسوم المتحركة برضو، كنا عملنا مسحراتي مصر وحرتها. وطبعا احنا عارفين المسحراتي صحبته الأساسية هي الطبلة. فهي قالت لي أنا نفسي أعمل حاجة عن الربابة، يعني يبقى عندي برضو نفس الأفكار اللي ممكن يقولها المسحراتي، نفس المعاني، نفس القضايا اللي ممكن تتناقش بس من خلال الربابة. الحقيقة كأنها دست على زرار بداخلي. أنا بعشق الربابة، أنا يعني ابن مهاجر من عمق الصعيد إلى حي مصر القديمة، اتربيت في حي مصر القديمة، وكانت الربابة جزء أساسي من أفراح الصعايدة في هذا الحي. انبهرت بعمالقة الربابة، وكان منهم مثلا حفني أحمد حسن، الرئيس حفني زي ما بيقولوا، صاحب سيرة شفيقة ومتولي وغيرها من الأعمال. فبدأت الحقيقه هي اول ما قالت لي، انا ما استنيتش حتى ان احنا نشوف متعامل على طول، ايوه، جهه منتجه او شيء من هذا القبيل. انا بدات واشتغلت بالفعل، وكتبت مجموعه من الحلقات، ثم يعني حصل تواصل من خلال الدكتوره زينب مع السيده نيفين الكيلاني وزيره الثقافه طبعا، وطبقا لانه في بروتوكول بين وزاره الثقافه وبين الشركه المتحده، كان شيء طبيعي ان الموضوع يروح الى الشركه المتحده اللي الحقيقه لم تدخر اي جهد في ان هي تقدم هذا من العمل اي نوع، سواء مادي او معنوي او عملي او ايا كان، طبعا عشان يطلع لنا هذا العمل بالشكل اللي انا بعتبره شكل مشرف جدا بالنسبه لي، وبعتبره من الحاجات اللي انا بعتز بيها بما انها تجربه جديده بالفعل. يعني طب استاذ جمال، انت يعني ازاي ترجمتوا موضوعات زي حياه كريمه مثلا، موضوع ربما يكون صعب ان انت تترجمه لشعر او تترجمه لابيات متناسقه متناغمه علشان يتعمل، موضوعات زي احمد زويل، زي محمد صلاح، ازاي نعمل ده ونقدمه بقالب بسيط بيتعزف على انغام الربابه ويقدم بهذه الطريقه السهله؟ هو شوف، هو يعني هقول لك الحكايه دي حاجتين. الحاجه الاولى هي المخزون اللي بيبقى جوه الشاعر. يعني انت جواك مخزون تراثي
الربابة وشعراء الربابة زي ما بيسموهم مثلا عندنا في الصعيد، عندهم فكرة اسمها الجناس، بمعنى انك تقول الكلمة الواحدة بأكثر او نفس الحروف كل مرة يبقى لها معنى مختلف. دي حاجة، ده ما يسمى المخزون. الحاجة الثانية الاندماج مع الواقع، انك انت صحيح عندك مخزون تراثي انما انت مش عايش هناك، يعني مش عايش في الماضي، انت عايش في الحاضر وبتشوف ملامحه وبتشوف افكاره وبتشوف ازاي انت عايز تقول ايه من خلال هذا الواقع او هذه الافكار، ايه الكلمه اللي انت عايز تقدمها. وفي الحاله دي مثلا عايز اقول انه اختيارات الموضوعات كنت بركز في على حكايه العلم مثلا، حكايه الحضاره، كل المظاهر الايجابيه اللي احنا ممكن نشوفها في حياتنا وممكن نبقى محتاجينها في لحظات الاحباط. لا، جوانا ما هو جميل وحولنا ما هو صحيح. او ما يستحق ان تسجل. واقول لك مثلا يعني حلقه احمد زويل من الحلقات اللي انا سعدت بيها جدا. أي. بس في نفس الوقت هو القيمه هنا بتاعت احمد صحيح. زويل قيمه العلم اللي اعترف بيها العالم كله. طب ما في قيمه ثانيه في الرياضه برضه محمد صلاح، او بالتاكيد يعني هي معاني كتير جدا يا استاذ جمال ما حدش كان يعرف يترجمها غير قلم حضرتك شاعرنا الكبير الأستاذ جمال بخيت. شكرا جزيلا على مرورك معنا في صباح الخير يا مصر، وأيضا على المشروع الجميل الربابة مصري اللي أنتجته الشركة المتحدة.